دشنت مصر نادي شباب العرب لأبناء الجاليات العربية والوافدين الشباب من الدول العربية، وخلال حفل التدشين تم إطلاق أول أنشطة النادي بلقاء حواري موسع تحت عنوان الهوية الثقافية العربية بمشاركة عدد من ممثلي الجاليات العربية كبداية لسلسلة من اللقاءات التي سيتم عقدها شهريا من خلال هذا النادي. أصبح هناك 44 مبادرة موزعة على الدول العربية، من ضمنها 18 مبادرة داخل مصر. الحقيقة أحد هذه المبادرات النهاردة إطلاق نادي الشباب العربي للشباب العربي. بدأناه بشباب الجاليات العربية اللي موجودة على أرض مصر، لكن هم اللي هيبدأوا ينطلقوا زي ما اتفقنا في الحديث إلى الشباب العربي في دولهم مع عضوية هذا النادي. إحنا النهاردة بنحط يعني حجر الأساس لنواة لمشروع كبير ومهم جدا، ان حضرتك عارف طبعا ان المستقبل هو للشباب، وما بالك بقى للشباب العربي كله عندما يجتمع في اطار واحد وفي بوتقه واحده. اعتقد ده امر هيكون مهم جدا. احنا هنا بنخلق ما يقال عليه شبكه امان للعلاقات العربيه العربيه. كنا سعيدين جدا بتدشين هذا المنتدى الحواري الشبابي، خاصه ان احنا بنمر في وقت هلا عربيا بنمر بازمه بالهويه بسبب العالميه والعولمه واندماج الثقافات، فكل واحد قد ما الناس اندمجت كل حد معني في الاخر يرجع لاصله، يرجع لهويته ويثبتها، ما يندمجش توتالي مع كل الناس. أهمية المؤتمر تكمن هو استمرار لدور مصر التاريخي في تجميع الأشقاء العرب. لا يوجد أي دولة عربية باستطاعتها أن تجمع هذه التناقضات من الجنسيات العربية في بلد واحد من دون أي توترات سياسية ومشاكل إلا مصر.